في سياق نفسه أجرت كاميرات جولة في أسواق ومجمعات استهلاكية بمحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية للتأكد من توافر السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي. السلع كلها متوفرة عندي، أنا عندي تموين شهر، السلع التموينية بتاعت شهر 3 صرفتها بالكامل يعتبر، وعندي تموين أخش بيه شهر 4 كمان، مفيش أي أزمة عندنا. ده بخلاف السلع الاستراتيجية الموجودة عندنا، يعني أنا عايز أقول لك يعني مطمئنين تماما تمام طول، بدون أن احنا نطلب أي مدد سلعي لغاية بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. زي ما انتم حضراتكم شايفين جميع السلع الغذائية موجودة، الأصناف كلها متوفرة بأسعار المتعارف عليها، الأسعار الرسمية، ومفيش أي تزاحم وأي تكالب من المواطنين على السلع، وكل حاجة الحمد لله متوفرة وموجودة، وتتم المراقبة اليومية وبصفة دورية على جميع الأصناف من ناحية الصلاحية ومن ناحية الشهادة الصحية للعاملين بالمكان، ومن ناحية الأسعار الخاصة بالسلع الموجودة في الفرع. أنا عايز أوضح للناس حاجة كويسة خالص، إن السلع متوفرة بالكامل، مفيش داعي للناس تخاف، مفيش داعي إن يحصل أي بلل في الشارع ولا الكلام ده، كل السلع متوفرة، السلع الاستراتيجية والغير الاستراتيجية متوفرة. ما حدش يقلق ولا حد يخاف من اي حاجه خالص، كل حاجه هنا موجوده، مفيش حاجه ناقصه، والحاجه متوفره هنا، والكلور والصابون وكل حاجه موجوده هنا، مفيش اي موضوع ان الحاجه مش موجوده عن الكلام اللي بيتقال. بدور على الكلور دي 3 ايام والحمد لله، بصيت لقيت الرف كله كلور، وهو الكلور في ايدي والحمد لله، يعني مفيش زحام، السلع كلها متوفره زي ما انتم شايفين، الأرفف كلها مليانة من الرز، المكرونة، السكر، وكل المنتجات موجودة والحمد لله.